المسائل نذكرها أيضاً حول الصلوات. المسألة الأولى: هل هنالك فرق بين ذكر النبي باسمه أو كنيته أو لقبه؟ الجواب: كلا، هكذا يقول الفقهاء. إذا النبي ذكر باسمه العلمي يعني محمد وأحمد، أو ذكر بكنيته يعني أبو القاسم مثلا، أو ذكر بلقبه كالمصطفى، يستحب الصلاة عليه. المسألة الثانية: هل هنالك فرق بين الاسم الظاهر والاسم المضمر؟ الجواب: كلا، هكذا يقول الفقهاء. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله باسمه الظاهر تستحب الصلوات عليه، وإذا ذكر باسمه المضمر يعني هو أو قال، هذا الضمير المستتر، قال يرجع الضمير إلى منه؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله، يستحب الصلاة عليه في الحالتين. المسألة الثالثة: إذا واحد في أثناء الصلاة وذكر النبي صلى الله عليه وآله يستحب له أن يتوقف عن الصلاة، يعني دا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر النبي صلى الله عليه وآله يستحب له أن يتوقف ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم، وما بإشكال في الواجبة والمستحبة، في القيام، في الركوع، في السجود، في أي حالة من حالات الصلاة. بل بعض العلماء قايلين مو مستحب، قايلين واجب. هذا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله بعض علماء الشيعة، والعجيب حتى بعض علماء السنة، صاحب العروة يقول قال جملة من العلماء، يعني مجموعة، وحتى من علماء السنة كالزمخشري صاحب الكشاف قايل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة أو في غير الصلاة يجب وجوبا الصلاة عليه.